السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة الشاذلي، مرحبا بكم من جديد. اليوم نشوف الصفحة 30 من كتاب المفيد في الرياضيات المستوى الرابع ابتدائي. وصلنا للتمرين رقم 2. التمرين رقم 2 يقول: أحيط المساحة المناسبة لكل حالة. مساحة صفحة الكتاب مثلا، هاد الصفحة هادي اللي كتقراو فيها نتوما دابا، المساحة ديالها شحال غتكون؟ فكر بأن المساحة يعني الطول في العرض، كضرب الطول في العرض، شنو يقدر تكون؟ فكروا مزيان. بحال دابا ملي كتحط المسطرة ديالك هكا، ما كتوصلش 20 سنتيمتر، يعني تقريبا نص ديال المسطرة، ولهاد الجهة في الطول ديال الكتاب تقريبا واحد 30 سنتيمتر. يعني إلا ضربنا 30 في هاد مثلا هاد 15 سنتيمتر اللي كاين هنا في 30 اللي كاين هنا، اعتبروا ان مثلا 30 في 20، 20 سنتيمتر هنا وهنا 30، 30 في 10 300 سنتيمتر مربع، و 30 في 10 اخرى 300 سنتيمتر مربع، يعني هي 600 تقريبا 600 سنتيمتر مربع هي هذه المساحه المناسبه، لان يعني كتضرب الطول في العرض. اما 567 متر مربع راه فيل، هذه ماشي ورقه، وهاد 567 ديكامتر مربع ثاني راها بزاف بزاف. نشوفوا مساحة منزل. مساحة منزل شنو المساحة المناسبة؟ دار عادية، كيقول لك شريت واحد الدار فيها 120 متر مربع. 120 اش كتعني؟ واش 120 هكا في الطول؟ لا، كتعني 10 في 12، 10 مثلا في الطول، 10 في العرض، و 12 في الطول، 12 متر هكا و 10 هكا، كضرب 12 في 10 كتعطيك 120 متر مربع. إذا هكا الطريقة اللي كنخدموا بها المساحة. ديما ما تفكرش ان المساحة راها طول، وانما بحال المربع، دايره بحال المربع، وكنضربوا ديما الطول في العرض. يعني ما تشوف شي رقم هكا المساحة، راه تخيل انك عندك طول في العرض. هنا مساحة الضيعة شحال تقدر تكون؟ واش 50 كيلومتر مربع ولا 50 متر مربع؟ واش ضيعة مثلا في ما يكون فيها 50 متر؟ 50 متر يعني 50 متر يعني راها مضروبة عاد، بحال 10 متر في 5 متر. لا، واش ضيعة تكون فيها 10 كيلومتر 5 كيلومتر؟ لا. إذا اللي مناسبة هي هاد 50 هكتومتر مربع. فهمتوا الفكرة؟ لأن 50 متر واش عندها 10 متر هكا و 5 متر هكا؟ راه ماشي فيرما هادي، راه بالضبط عاد توقف على رجليك فيها. هنا 50 كيلومتر مربع راه مدينة ماشي فيرما، إذا هادي هي المناسبة. مساحة المغرب فين هي؟ مساحة المغرب راه معروفة، 716 كيلومتر مربع، 716 كيلومتر مربع راه معروفة. ندوزو للتمرين رقم 3. التمرين رقم 3 يقول لك: أستعين بالمتساويات وبجدول وحدات المساحة وأنجز ما يلي. المتساويات هما هادو اللي عندنا كنشوف فيهم، لك واحد كيلومتر مربع كيساوي لنا 100 هكتومتر مربع، واحد هكتومتر مربع كيساوي لنا 100 ديكامتر مربع، واحد ديكامتر مربع كيساوي لنا 100 متر مربع. كنقولوا من هادو ما عندنا بهم غرض وما نشوفش فيهم اصلا، غنخدموا حنا غير بجدول التحويلات. ديما حفظوا لي غير جدول التحويلات وخدم غير به فقط. اذا هنا شنو عندنا؟ عندنا 56 كيلومتر مربع. ديما الطريقه اللي علمتكم انا شنو هي؟ من كان بغي نمثل شي مساحه ولا طول ولا هذيك، كنجيب جدول التحويلات. من كنجيب جدول التحويلات كنشوف رقم الوحدات فين هو. رقم الوحدات هو 6، كنلصقو في الوحده اللي قدام. 6 قال لك حط عليه في كيلومتر مربع، فين هو كيلومتر مربع؟ هو هنا، حط لي 6. شنو حداها في اليسار؟ 5، ما حداها والو في اليمين، اذا كنكتب 56 ياك. هنا 5600 اللي عندي هنا، فين وصل لهذا الصفر هذا؟ حد هنا شنو بناو الصوره هنايا؟ حد هنا شنو كاين الفوق؟ كاين هكتومتر مربع، كتبها هنايا هكتومتر مربع، ما يخليكش كاع هادشي عادي وساهل، واضح؟ هنا نفس الطريقة، 9 كيلومتر مربع، نلصق 9 في الكيلومتر مربع ونجي نكتبها هنا في الجدول، هذا ما ديوهاش به، 9 كيلومتر مربع. شنو طالب مني هو؟ طالب مني الأستاذ نخرج الهكتومتر مربع، فين هي الهكتومتر مربع؟ هي هادي، نهبط ليها ليها وشنو ندير في هاد البلاصة؟ ندير الصفر، وشنو حداها عندي ما نخليوهاش خاوية، نديرو فيها الصفر. إذا 9 كيلومتر شحال كتساوي من هكتومتر مربع؟ 900 هكتومتر مربع. هذه الطريقة اللي تخدموا بها في جدول التحويلات.
انتبه هنا 3700 متر مربع الطريقه اللي علمتكم رقم الوحدات تلصق في الوحده هذا الصفر حطوني في المتر مربع في نواه شنو تابعوا تابعوا صفر اخر من هنا 7 ثم 3 ما تشوفش هنا ما تشوفش هنا تم لخات تكمل من تحطوا جدول التحويل عاد نطلع شنو طلبتي مني يا سيدي طلبتي الديكامتر مربع مرحبا نشوف فين هو الديكامتر مربع هو هنا ونجي نيشان وشنو كندير كندير الحائط حد هنا اذا شنو غنكتب غنكتب 37 فقط 37 واضح هذا ما كديهاش فيه لان طلب مني واحد الديكامتر ما طلبش مني المتر مربع هنا 25 ديكامتر مربع نلصقوا الخمسه ما نشوفش هنا ما نشوفش هنا كاع الخمسه نحطها في الديكامتر مربع ونخدمها فين هو الديكامتر مربع ونحط فيه خمسه شنو حداه حداه الاثنان ياك احنا صاوبنا دابا عطل هنا شنو طلبت يا سيدي طلبت المتر مربع واخ شنو المتر مربع سلي الوحدات ديالها هو الصفر وشنو البلاصه ما نخليوهاش خاويه نديرو الصفر هي 2500 قولوا سيدي راه ما احتجناش هذا ما عندنا ما نديرو به حنا كنخدمو بجدول التحويلات واضح نمروا الان للتمرين رقم 4 التمرين الرابع يقول اكملوا بكتابه الوحده المناسبه 28 هكتومتر مربع شحال تساوي 280 الف شي حاجه شنو هي هذه الحاجه نعرفوها باش نعرفوها نخدموا جدول التحويل جدول التحويل ديما ديما خدموا وخصك تكون حافظه وديما توجد ورقه حداك وترسموا دغيا تسطروا دغيا انا موجد لكم ومسطروا ولكن الطريقه اللي قلت لكم تعلموا ديما هو انني نشد واحد القلم ستيلو ولا قلم رصاص ونربطها الثمانيه مع الوحده اللي عندي ونمشي نحطها في بلاصتها 8 في الهكتومتر مربع فين هو الهكتوم كتعرفوا بان جدول التحويلات ديال المساحه راه فيه جوج خانات تبعوا معي 8 في الهكتومتر مربع كنحط هنا في الوحدات ديال هاد الخانه الجوج نديرها حداها تبع معي كاينه 280 الف شحال كاينه من صفر مور 8 شي 1 2 3 4 تبعوا معي 1 2 ماشي عندهم من هنا راه عندهم من هنا كيما محطوطين هما 2 3 4 طول الفوق شنو عندها في الطربوش ديالها الفوق راسها شنو كاين مكتوب المتر مربع تجي تحط هنا المتر مربع كاين شي سهل من هذا الشيء ما كاين ما سهل من هذا الشيء ما يخلعوش كاع هاد الارقام قول لهم مادام عندي جدول التحويلات بحال الا كنشرب الماء انتبه معايا هنا عندك دابا هادي غنضربو عليها باش ما تبقاش مدوخه هنا شنو دابا عندنا عندنا 6 ديكامتر مربع الطريقه اللي علمتكم كنحط 6 ديكامتر مربع ونشوف هنا 600 نحط بعدا 6 في الديكامتر مربع فين هو الديكامتر مربع هو هذا نحط 6 هنا واش العلم كنقلب على 600 ياك ندير 600 ونشوف شنو داير اش هاد 600 نشوف الفوق شنو هذا المتر مربع ايضا نقول له ساهل عندنا هادشي المتر مربع شنو عندي موراها 4800 هكتومتر مربع نحط الصفر ايضا في الهكتومتر مربع واضح نجي نضرب على هذه 4800 في الهكتومتر مربع نحط الصفر في الهكتومتر مربع هنا شنو عندي 4800 نكملها متبع معايا 4800 شنو طالب مني هو طالب مني 48 يعني حد 48 ندير الحائط ديالي حد 48 وندير الحائط ديالي هنا اذا 48 شنو الفوق شوف الفوق شنو فراسها فراسها كيلومتر مربع واضح وسهل هنا شنو عندي عندي 5 كيلومتر مربع فيها 50000 الخمسة نلصقها في الكيلومتر مربع نضرب على هذه 5 في الكيلومتر مربع وعندي 50000 شحال من صفر 1 2 3 4 ندير 4 اصفار 1 2 3 4 50000 ديالها شوف شنو فوقك شنو هذا الديكامتر مربع تقول له احنا خرجنا التمرين ديالنا وما كاينش احتمال الخطا نهائيا يعني ممنوع الخطا من كيكون عندك جدول التحويلات وكتخدم بهذه الطريقه اللي قلت لك ديال هاد كتربط رقم الوحدات مع الوحده اللي عندك اللي عاطينك واضح نمر الان التمرين رقم 5 التمرين رقم 5 يقول الون بالاحمر اكبر مساحه وبالازرق اصغر مساحه لاحظتم هنا شنو قالك بعد اجراء التحويلات اللازمه في دفتري قولوا انا نخدم بجدول التحويلات ولكن ما نحتاجش تحويلات بزاف نشوفوا هنا الوحده الاساسيه شنو هي يعني المتر مربع وعنديروا هاد السته كامله وغنشوفوا اصغر مساحه تابع معايا مزيان الله يرضي عليك
غنمشي وحده وحده. هنا 9999 متر مربع نديرو هي الاولى 9000. اذا 9 نحطوها في المتر المربع. تابع معايا مزيان دابا ركزوا معايا. هانت 9999 نحطوها في متر مربع. فين المتر المربع؟ ها هو 11 شحال من 9؟ 1 2 3 11 2 3 تساويات. ها هي الاولى عندنا هنا. نمشيو بالترتيب. 3 كيلومتر مربع نديروها بلون مغاير. وتابع مع الطريقة يجيك بحال اللي كتلعب بحال اللي كتشرب الماء. 3 كيلومتر مربع فينا هي نديرها هنا. يعني نخلي لها سطر فهمت. ها 3 كيلومتر مربع شنو نجي اللي موراه؟ 250 ديكامتر مربع. الصفر نحطه في الديكامتر مربع. فين هو الديكامتر مربع؟ ها هو حط فيه الصفر. نحط حداه 5 وحط حداه 2 ياك. انا ندير السطير ديالي ياك. نزيد شنو عندي موراها؟ موراها هادي 990 ديكامتر مربع. لصق الصفر في الديكامتر مربع. 990 ديكامتر مربع صفر 9 990 كما كتشوفوا ديكامتر مربع. موراها لان عندي 6 موراها شنو عندي؟ 101 هكتومتر مربع. الواحد في الهكتومتر مربع. واحد في الهكتومتر مربع تبع معايا. واحد في الهكتومتر مربع 101 واضح. شنو بقى لنا؟ بقى لنا 9 كيلومتر مربع. نجي موراها وندير 9 في الكيلومتر مربع. 9 كيلومتر مربع. ودابا قول له غنبقى نضحك معاك بحال هكا كنلعبوا بحال هكا نشربوا الماء. ساهل عندي هادشي. شنو طلب هو؟ طلب هو ألون بالأحمر أكبر مساحة. وشوف معايا دابا شحال سهلة هادي. هانت فين هو الكبيرة فيهم كاع؟ إذا نكملوا باش بالأصفار. أجا وكمل بالأصفار. شتو؟ نديرو هادو كامل بالأصفار وكل حاجة نديروها بلونها باش ما تدوخش كاع. وعاد شوف الطريقة ديالي شحال سهلة. 101 حنا كملنا بالأصفار. دابا شنو كتلاحظ؟ هادي نديرو لها هاك. اذا شكون اللي فيهم الارقام بزاف؟ لان كلهم هما بادين من هنا من المتر المربع. شكون اللي فيها الارقام بزاف؟ هذا فيه اربعه الارقام. شوف هذا شحال؟ 2 4 6 7. اذا شكون اللي واصل بعيد الكيلومتر المربع؟ شكون اللي واصل له؟ واصل له هذه الثانيه ووصل له الاخيره ووصل له هذه ما قبل الاخير. اذا شكون اللي كبيره فيهم كاع؟ شكون اللي كبيره فيهم كاع؟ هي تسعد. تسعد فينا هي؟ هي هاد 9 كيلومتر مربع. شتو فضحنا هذا غير بهذه الطريقه ديال الجدول. اذا اكبر مساحه قالك لونها هذه بالاحمر هي هاد 9 كيلومتر مربع. هي اكبر مساحه فيهم كاملين. واضح. اصغر مساحه باش نلونوها بالازرق فين هي اصغر مساحه؟ شوف معايا مزيان فين هي الصغيره فيهم اللي عندها اقل عدد من الارقام. اقل عدد من الارقام انتما كتشوفوا كاين هي في هذه. اقل عدد من الارقام كاين في هذه اللي هي الاولى وهي هاد 9999. اللي جيت تشوفها تبقى تقول وهذه شحال في هذه الارقام وهذه فيها رقم واحد. ولكن لا راه ما درناش التحويلات. ركز على جدول التحويلات. جدول التحويلات هو اللي يعطيك من غيره تغلط. اذا هنا على اللون الازرق هذه هي اصغر مساحه. ما جيت تعتمد على عينك وتقول وهذه 9999 دي كبيره ودي عاد 9 وهاد 9 تقص هي الكبيره فيهم كاملا. ولكن خصك تخدم بجدول ديال التحويلات. نمروا الان التمرين رقم 6. التمرين رقم 6 يقول ارتب المساحات التاليه. هاد المساحات هادو من الاصغر الى الاكبر بعد القيام بالتحويلات اللازمه في دفتري. والواخا نجبدوا جدول التحويلات ونحطوا ونكتبوا بعدا هاد المساحات وحده وحده. الاولى عندنا 5030 متر مربع. الصفر في المتر المربع بسرعه نديروها. ها هو المتر المربع. الصفر هنا تبعه 3 ثم 0 ثم 5. سهله جدا هذه الطريقه اللي علمتكم تخدموا بها وما تخلاوش عليها. ما تعقش عليها وما تخلاش عليها. خدم ديما بالجدول ديال التحويلات وبهذه الطريقه. دير ربط ما بين رقم الوحدات مع الوحده المطلوبه. موراه 4975 متر مربع. حتحط 5 هنا 7 هنا 9 هنا و 4 هنايا. شنو موراها؟ 5 كيلومتر مربع. ثاني نجي نحط الخمسة في الكيلومتر
مربع 2000 كيلومتر مربع. إيه ما صابتوش الكيلومتر مربع هنايا، قطعت حد الهكتار متر مربع. أنا نصاوب لكم واحد آخر، قلنا 5 كيلومتر مربع، هيا نحطوها هنا في الكيلومتر مربع. شنو موراها عاود؟ تابعوا معايا شنو موراها. موراها 600 ديكامتر مربع، كما قلنا الصفر في الديكامتر مربع. نجي نحط الصفر هنا، صفر 6، واضح؟ شنو موراها؟ موراها 50 هكتار متر مربع، نحط الصفر في الهكتار متر مربع. الهكتار متر مربع ها هو، شنو عندي؟ 50. 50 دابا قول له رانا غنجاوب بحال لا كنشرب الماء. انتبهوا معايا، اذا هنا غنكملوا بالاصفار، هنا ثاني غنكملوا بالاصفار، غنوصلوا حد المتر مربع، كملوا بالاصفار. هنا ثاني بالكحل غنكملوا بالاصفار. اذا هنا شنو طالب منا؟ واش نديروا من الاصغر للاكبر ولا من الاكبر للاصغر؟ ورتبوا من الاصغر الى الاكبر. اذا نبداو بالصغير، فين هو الصغير اللي عنده اقل عدد من الارقام؟ هو هذا، يعني هو الاول، هادو المراتب، هذا الاول، هذا اللي مكتوب الاول بلا ما نكتبوها، ما نحتاجوش. اذا هذا هو الصغير، 50030 هو الصغير كاع، نكتبو هنا 50030 متر مربع هو الصغير. اذا هاد الفم ديال التمساح كيشوف الجهه الاخرى. هذا درناه، ملي ديروا الحاجه تكملها حيدها باش ما تبقاش مدوخاك. شنو تابعوه في الصغر؟ هنا غلط، شتي هنا غلط، هادو عندهم نفس العدد ديال الارقام، هذا وهذا بحال بحال. شوف هنا كنبداو نقارنو اللي عندهم نفس العدد الارقام، انا هذا كاع ما تنبهتلوش. شوف كنبداو نقارنو الخمسة مع الربعة، شكون الصغير فيهم؟ هي الربعة. اذا هذه هي الصغيرة، ماشي هذه، استسمح. اذا شنو غنديرو هنايا؟ الاولى هي 4975، شتي دا مشى لك التركيز شوية تغلط. ها تحيدو، غتجي موراها، موراها مباشرة هي 5030 متر مربع، شتي؟ وخا بالجدول وخا هاديك مشى لك التركيز شوية تغلط. هادو بجوج حيدناهم، تابعوا معايا باش ما نغلطش، يلاه نبهوني. لاحظوا معايا شكون اللي قليل في العدد ديال الأرقام؟ هي هادي، هو هاد ما قبل الأخير. فين هو هاد ما قبل الأخير؟ هو 600 ديكامتر مربع. حنا رديناه المتر مربع باش نقدروا نقارنوا، ولكن راه نكتبوه هنا، نكتبوه كيما مكتوب هنا، ماشي نديروا له هاد 60000 متر مربع، نديروا له هاد 600 ديكامتر مربع. اذا هادي هي اللي موراها 600 ديكامتر مربع، واضح؟ شنو تجيني موراها؟ شوف هادي 600 ديكامتر مربع كملناها، نحيدوه، بقاو لي هاد الجوج. شكون اللي كيبان لك هنا صغير؟ هي اللي عنده اقل عدد من الارقام، هو الاخر كاع. وشنو هو الاخر؟ هو 50 هكتومتر مربع. وبقات لي المساحه الاخيره هي هذه، شحال هي؟ هي واحد جوج الثالثه، هي الثالثه. الثالثه شنو هي؟ هي 5 كيلومتر مربع. فهمتي دابا الطريقه؟ خدم بالجدول ورتبهم هنا، ديرهم بالترتيب، بدا من هنا وبقى غادي بالترتيب، وسهله باش تخدم. وركز، شتي هذه ساهله وكنا غادي نغلطوا فيها. نمر الان للتمرين رقم 7. التمرين رقم 7 يقول: اقتصب ثلاثة ورثة بالتساوي ضيعة مساحتها 63 هكتومتر مربع، فأخذ الأول 21 هكتومتر مربع، وأخذ الثاني 2100 ديكامتر مربع، وأخذ الثالث 210000 متر مربع. هل كانت القسمة عادلة؟ اش كتعني قسمة عادلة؟ يعني واش خداو حقهم بالتساوي، لأنهم ثلاثة الورثة، واش خداو حقهم قد قد؟ وعللوا جوابي. أول حاجة عندي هو أنني نحط المساحة ديال الضيعة في الجدول. شحال عندي هنا؟ 63 هكتومتر مربع، ندير 3 في الهكتومتر مربع ثم 6، ها المساحة ديال الضيعة. دابا نشوفوا كل واحد فيهم شحال خدا، ياك؟ كل واحد فيهم، الأول أخذ الأول 21 هكتومتر مربع، وتبع معايا الله يرضي عليك، 21 هكتومتر مربع، الواحد في الهكتومتر مربع، فين هو الواحد؟ ها الواحد في الهكتومتر مربع، والجوج حداه، هذا الأول بالأحمر. نديرو الخضر الثاني، الثاني خدا 2100 ديكامتر مربع، إذا الصفر فين؟ في الديكامتر مربع. فين هو الديكامتر مربع؟ هو هذا 2100، 0 0 1 2.
نشوف الثالث كان صاوبه بالأسود، وأخذ الثالث 210,000 متر مربع. ها الصفر مع المتر مربع، ها المتر مربع شحال كاينه من الصفر؟ 1 2 3 4 1 2 3 4 ثم 21. باش نقارنوا نقدوهم الأصفار نشوف واش خداو قد قد ولا ما خداوش قد قد. اشنو كيبان لكم؟ كلهم خداو قد قد، كلهم خداو 21 هكتار متر مربع. بغيتي تحسبها بالديكامتر غتقول خداو 2100 ديكامتر مربع، بغيتي تحسبها بالمتر مربع غتقول 210,000 متر مربع. كلهم خداو. حنا بغاو يدوخونا بدلوا لنا الوحده كيسهل لهم، حنا كندوخو، حنا عندنا جدول التحويلات ما غاديش نغلطو نهائيا. اذا لا جيتي تحسب هاد 21 مع 21 مع 21 كتجمعها 1 2 3 جوج ربعة ستة، هي 63 اللي جاتهم في الأول. إذا القسمة نعم، هل كانت القسمة عادلة؟ نعم كانت القسمة عادلة. نعم أعدل جوابي، جميع الإخوة أخذوا 21 هكتومتر مربع ديال الأرض، يعني كلهم أخذوا بالتساوي 21 هكتومتر مربع. وهكا كملنا تمارين الصفحة 30. إلى اللقاء.